السلام البنات، مرحبا بكم معايا اليوم في القناة ديالي شهيوات برشلونة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. اليوم جيت باش نوريكم الطريقة باش كنصايب قريشلات بلديين بحبة حلاوة والنافع والجلجلان. دابا غادي ندوزو المقادير. كنحتاجو من سيترو ديال الحليب، جوج البيضات، معلقة ديال الخميرة ديال العجينة، معلقة الزبدة. هاد معلقة الزبدة غنديروها في هاد الحليب كيكون دافي. كنحتاجو معلقة ديال الجلجلان، معلقة ديال النافع، معلقة ديال حبة حلاوة، كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيدة، كوسة ديال الملحة. كنحتاجو نص كيلو ديال الفرز. دابا هادي في المرحلة الأولى، غادي نحتاج واحد الزلافة عاد من بعد نزيد داكشي اللي باقي ليا ديال الدقيق. كنحتاجو واحد الفانيل، كنحتاجو خمارة. دابا غادي ندوزو، غادي نديرو المرحلة الأولى، غنديرو الحليب ديالنا ومعلقة ديال الزبدة، كنزيدو عليكم كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيدة، كنحتاجو معلقة ديال الخميرة، كنحتاجو فاني. غادي نديرو الخميرة ديالنا، الخميرة نديرو كبيسة الملحة، غادي ندوزو. هادي هي المرحلة الأولى، درنا كاع هاد المقادير، غادي ندوزو نطحنوهم ومن بعد عاد غنزيدو داكشي اللي باقي. دابا من بعد ما طحنا لنا دوك العناصر، كيجيو بهاد الطريقة، غادي تيجيو بحال الشكل تاع الدغريب. غادي ندوزو، اللي بغا يعجنها في العجانة يعجنها، اللي مبغاش يدير يعجنها غير بيدو. نديرو الجلجلان، نديرو النافع، ونزيدو الكمالة ديال نص كيلو ديال الطحين اللي باقي عندنا. دابا غادي ندوزو نعجنو الماكينة. دابا من بعد ما حيدناها من الماكينه، كتكون بحال هكا، كتكون رطبه بزاف ومدلوكه، كتكون تجي غزاله، تجي هشيشه وخفيفه ملي كتكون مدلوكه مزيان. دابا غادي نخلوها بشويه د الزيت، وغادي نخليوها تخمر. هاهي العجينه من بعد ما خمرت لينا، كتجي بهاد الطريقه هادي.
دابا غادي ندوزو باش نصايبو. دابا كنشدوها وكنديرو لها بحال كنديروهم صغيرات. لقاش مازال غادي يتسادو. دابا بعد ما خمروا غادي نخلطوا صفر ديال البيضه، نديروا معاه شويه ديال نسكافي ونديروا معاه شويه ديال الحليب، وغادي ندهنوهم من الفوق ونخشيوهم في الفران ونرشوا عليهم شويه ديال الزنجلان ونخشيوهم في الفران. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريسات بحبة حلاوة ونافع وجنجلان. كيجيو بهاد الطريقة كيجيو.